اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة تطبيق الحد الأقصى للأجور بعدما تبين خروج العديد من الجهات التابعة للدولة من عباءة القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور واحدة من التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، وكذا مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وخلال المناقشات طالب النواب بزيادة الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والعمل على زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والصدمات. التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أوصى كذلك بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات، فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية واستيعاب رؤوس الأموال المصرية. وفي معرض ردها على مداخلات النواب، أكدت وزيرة التخطيط أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي طالت مصر كبقية دول العالم تعد الأسوأ منذ أزمة الكساد العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قدمت العديد من المشروعات خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. فيما أكد وزير المالية أن الدولة وفرت 50 مليار جنيه كبنية تحتية للتأمين الصحي الشامل، مضيفا أنه تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وجاري التوسع لتطبيقه في باقي المحافظات. وبعد انتهاء المناقشات وافق المجلس على ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وأحاله رئيس المجلس إلى الحكومة قبل الموافقة النهائية التي ستكون خلال جلسة يوم غد. مناقشة مجلس النواب لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية متتالية، الأمر الذي حدا بلجنة الخطة والموازنة وضع عدد من التوصيات جاء في مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. من مجلس النواب، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.